مطار شرم الشيخ بيستقبل أول رحلة طيران جاية من الهند بهدف حاجة اسمها سياحة حفلات الزفاف. ده جديد عليا بصراحة، بس على ما يبدو ده شيء لطيف، شيء جميل، يعني ان احنا نبقى بلد جاذب لانواع من الرحلات من ضمنها رحلات الزفاف. الناس تيجي وتقيم حفلات زفافها هنا، مش بس بقى يقضوا شهر العسل. لا، خلونا نفهم القصه دي اكتر من استاذ عمرو القاضي، رئيس هيئه تنشيط السياحه. اهلا بيك يا فندم. اهلا يا استاذ. اهلا يا فندم عمرو بيه. ايه موضوع سياحه حفلات الزفاف دي؟ انا ما كنتش اسمع عنها قبل كده. هو الحقيقة النمط ده من السياحة هو موجود بقاله فترة، والحقيقة احنا بس يعني الفترة طويلة كان الأشقاء العرب بينظموا حفلات الزفاف بتاعتهم في مصر في الثمانينات وفي مطلع التسعينات وقبل كده كمان، لأنه بيشوفوا أنه مصر بلد فيها إمكانيات لتنظيم الحفلات وكذا، وبعدين يعني الموضوع أهمل إلى حد ما. وفي نفس الوقت بدأ كتير من الطبقة الأعلى إنفاقا في العالم بتنظم حفلات الزفاف بتاعتها خارج دولها، وبنشوف سمعنا بعض المصريين بيعملوا حفلات زفافهم في مثلا دول أخرى أو حتى داخل مصر لكن في مدن أخرى. من أهم الأسواق اللي بتطلع منها تنظيم الحفلات خارج حدودها هي دولة الهند. ودولة الهند الحفلات الزفاف الهندية للي ما شافش أو ما يعرفهاش هي بتبقى كرنفال ضخم، مش مجرد يوم واحد أو ساعتين ثلاثة، لا ده بيستمر حفلات الزفاف والاحتفالات 3 أيام على الأقل تقريباً، وبتبقى خاصة في الطبقات الأعلى من المجتمع الهندي، وهي فيها طبعا طبقة من الأثرياء بشكل كبير، بتتمتع بكرنفال. بيتحول هذا الحفل الزفاف إلى كرنفال حقيقي مليء بالفعاليات ومليء بالحفلات وحاجات كتيرة قوي. وطبعا أنا حضرتك عارف أن الثقافة الهندية ثقافة مليانة ألوان ومليانة صحيح موسيقى ممتلئة بالبهجة والاحتفالات وبالتالي نشأت في الهند تعتبر صناعة دلوقتي، هي من الصناعات، في شركات متخصصة في تنظيم حفلات الزفاف. حلو. شغلها شاغل هذا الأمر، وبدأوا أنهم ينظموا فعلا حفلات الزفاف بتاعتهم خارج الهند في بعض الدول في المنطقة العربية، في بعض الدول في منطقة حوض البحر المتوسط. وإحنا بدأنا نلتفت لهذا الأمر بالتحديد في شهر مايو الماضي سنة 2021. تقابلت في دولة الإمارات مع أحد يعني رؤساء الفنادق العاملة في مصر، وجاء الحديث عن موضوع حفلات الزفاف، وبالتالي قلنا ليه ما نعملش ده في مصر. مصر كانت بتعمل كده وتستحق ان هي تكون واحدة من الوجهات الجاذبة لحفلات الزفاف. لما لها لمصر طبعا بلدنا احنا بنحبها وكل حاجة طبعا، لكن هي فعلا بلد غنية جدا في تنوع المقاصد السياحية، واضف الى ذلك بقى كمان انه فيها الخلفية الثقافية والأثرية والحضارية العظيمة. صحيح. أثرنا القديمة، وتمثل هذه الخلفية بالنسبة للمواطن الهندي نوع من الهوس الحقيقة. وبالتالي بدأنا نشتغل على خطة بكيفية أن احنا نبدأ هذا النوع أو نعيد هذا النوع من السياحة إلى مصر مرة أخرى. تم التواصل مع اتحاد شركات منظمي حفلات الزفاف الهندية، وهو اتحاد كبير. حلو قوي. واستضفنا في مدينة شرم الشيخ شهر أغسطس 2021 49 شركة من هذه الشركات، وتم التناقش معهم، عملنا ورشة عمل، عرضنا كل المقومات اللي بتحظى بها مصر، المقومات التاريخية والطبيعية، لكن كمان المقومات البشرية اللي عندنا من إمكانية تنظيم
مثل هذه الاحتفاليات الكبرى، لأن التفاصيل في هذه الاحتفاليات هي اللي بتصنع الفارق الحقيقة. صحيح صحيح. وكان دليلنا على قدرتنا على هذه التنظيم، أنا دايما دايما برجع إلى موكب المومياوات واحتفالية طريق الكباش، إن دول أظهروا للعالم العظمة الموجودة للمقاصد المصرية، لكن كمان قدرة الشركات المصرية المحلية لتنظيم هذه الفعاليات. وكان الحمد لله ورشة العمل دي مثمرة جدا، وبدأنا الحمد لله هذا الأسبوع بأول حفل زفاف لاثنين من كبار يعني من المجتمع الهندي. الطائرة خاصة جت من الهند على متنها طبعا العريس والعروس، و 371 من ضيوفهم من أصدقائهم وعائلتهم. استمر هذا الزفاف ثلاث أيام في أو الحفل ثلاث أيام في شرم الشيخ، ودي مجرد البداية. نتمنى إن شاء الله بإذن الله يتبعها يعني المزيد بشكل كبير في مصر وفي كافة المقاصد، مش بس في شرم الشيخ ومش بس في الهند أو من الهند. هنجيب بقى من اليابان، كانوا يقولوا لنا زمان السياح يعني اليابانيين يحبوا السياحة عندنا هنا وبيصرفوا كويس في مصر، فعايزين نبعت نجيب بقى من اليابان، نجيب من أوروبا، يعني هننوع. بس أداه وقدود يا عمرو بيه، احنا واثقين جدا في حضراتكم، أداه وقدود، ربنا يوفق بإذن الله. وأظن نشاط الحقيقة رائع وحلو ومشكور بالمناسبة، كل الشكر لأستاذ عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة. فكرة حلوة بالمناسبة جدا، يعني أنا بقى تخيل عمرو بيه هو بيقول وجايين بالطيارة الخاصة وطيارة تانية فيها المعازيم، هم عازمين المعازيم يجوا من الهند لحد هنا. الناس دي واضح ان عندها فلوس كتير جدا ما شاء الله. ماشي.